بعد مؤتمر باريس اول امبارح في حزم وجزم ونهائي انه جمهوريه بيروت الخدماتيه المستقله خلال سنتين بتكون قامت بميتها وكهربتها ونقلها العام ومحرقة نفاياتها، وما بيكون في احلى من هالمدينه ولا احلى من اهلها. اذا اتفقنا انه سياسه النفس الطويل اللي انزرعت طلعت شجر كبير. شجر الكبير من المشاريع وشجر الكبير من فرص العمل. ان شاء الله بعد 7 ايار لما نحتفل بانه ردينا على 7 ايار بال 2008 بكون الشباب اللي وصلوا هن الشباب والستات اللي قادرين فعلا يمثلوا بيروت وفعلا يكونوا معنيين فيها.